أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قصة الديوانية. مثل ما عودناكم مشاهدينا الكرام في كل حلقة نكون معاكم في ديوانية من دواوين أهل الكويت. كثير من يعتقد بأن الديوانية برلمان مصغر ومنفس اجتماعي. اليوم الديوانية لها مؤشر رئيسي يعني ومؤشر قياسي في اتخاذ قرارات كثيرة في جميع النواحي. احنا اليوم تحديدا في منطقة الشامية وفي ديوانية أسرة النفيسي. هذه الأسرة اللي يعني مبدعة في أكثر من مجال وفي أكثر من ناحية. اليوم راح نحكي وياكم قصة هذه الديوانية، ديوانية أسرة النفيسي في منطقة الشامية، لكن بعد الفاصل. على الخير والمحبة، نجدد لكم التحية مشاهدينا الكرام في برنامجكم قصة ديوانية. احنا اليوم معاكم في ديوانية النفيسي في منطقة الشامية باسمكم مشاهدينا. ارحب بأسرة النفيسي وبرواد الديوانية وبالعم مشاري صالح النفيسي. عم ابو عبد الله مساك الله بالخير. مساك الله بالخير، بارك الله. امسي عليك وعلى العم غازي النفيسي. ابو عبد العزيز مساك الله بالخير. مساك الله بالخير. عساكم على القوة. الله يبارك فيك. ابو عبد الله، يعني اللي نعرفه عن أسرة النفيسي كان ديوانهم او ديوانيتهم في منطقة الجبلة. نعم صح. اذا تعاوني على هالشيء. صح. يا ريت تبديلي بذيك الذكريات في منطقة الجبلة ونزولكم الى منطقة الجبلة. طال عمرك، بداية ديوان النفيسي مع قدوم جدنا حمد النفيسي، حمد بن عبد الرحمن النفيسي. نعم. من السعودية. هذا الكلام سنة 1875. ممتاز. قدم من السعودية إلى الكويت، واختار الموقع اللي هو غريب، لأن من مساجد. أين؟ لأن أهل الرياض أو بالأحرى أهل السعودية دائما يختارون المواقع المرتفعة والغريبة من المسجد، المرتفعة عن السيول والأمطار. نعم. هو اختار المكان المرتفع والغريب من أربعة مساجد، مو مسجد واحد، أربعة مساجد تحيط في البيت اللي هو اشتراه في الجبلة. في الجبلة. نعم. في منطقة الوسط. الوسط. نعم. حدر بهيته بشوي، يعني إذا الوسط يعني حدر بهيته بشوي، الوسط ما بين الشرق الوسط اللي هي تقريبا وين براحة منبحر. بالضبط. طال عمرك. بالضبط. مسجد المديرس. المديرس. نعم. أنا أتكلم عن أربع مساجد. اللي هي؟ اللي هو مسجد المديرس. أي نعم. اللي تفضلت فيه. أي نعم. ومسجد الشرهان. أي نعم. ومسجد بن بحر. بن بحر. أي نعم. ومسجد عباس هارون. الهارون. أي. المشهور باسم مسجد سعيد. ممتاز. ومشهور. هل أنت واحد أي واحد تسأله تقول له؟ نعم. تعرف مسجد عباس الهارون؟ يقول لك لا ما أعرف. صح كلامك. يعني أنا حين تعرف مسجد سعيد. أي. يقول نعم هذا الموجود. هذول المساجد الأربعة ما يبعدون عن البيت اللي اختاره جدنا تقريبا 100 متر 150 متر. ماكو شيء. ماكو شيء. نعم. أول ما سكن في البيت أنشأ ديوانية جنوبي البيت من جهة الجنوب. هذا الصح. فيها غرفة، مكان صغير حق الدلال وغيره لأنه يهتموا بالقهوة. صح. وظل هو مع يدنا عبد الله، وبعدين عبد الله راح إلى الهند لأنه يشتغلون بالخيل. صح. طال عمرك ذاك. صح. الوقت. صح كلامك. وتجارة الخيل كانت رائجة عندنا بالكويت. لا، وهذه المنطقة تحديدا اللي أنت رسمتها لي البحر كانوا تجار فيها للخيل. نعم. نعم. قبالنا البحر. بالضبط. البحر عبد الرحمن البحر. ايه نعم صح كلام. وأحمد البحر إخوان. نعم. قبالنا في نفس سكتنا بعد. بالضبط. عرفت شلون؟ نعم. وأيضا أهل البادية كانوا يجون ينوخون الإبل في هذا المكان أيضا. يوقفون في براحة البحر. نعم.
طال عمرك أهل البادية. اللي الأكثرية اللي ما يعرفون عن السور الثاني يحد بيتنا، بيت جدنا اللي شراه كلش. نعم يحد مسجد عباس الهارون طال عمرك، وبراحة مبحر، كانت براحة مبحر دروازة السبعان يسمونها. بالضبط صح كلامك. وعلى جبلينا دروازة الفداق. فداق صح. دراويز على السور هذه. صح كلامك. بالأمريكي. بالضبط. والصنقر قدامهم بعد. والمقبرة اللي هي الآن المقبرة حديقة البلدية. نعم صح كلامك. اللي بالدهلة. نهاية الدهلة. نعم. نعم صح. عرفت. هذه برا السور خالي. نعم. هذه برا السور كانت. لا المقبرة برا السور. خارج السور. نعم خارج السور. نعم بالأمريكي خارج. ف غلطة الأمريكا الله يرحمه جدنا حمد بن عبد الرحمن وعبد الله كذلك جدنا اللي هو تقريبا شبه مؤسس الأسرة عندنا النفيسي اللي هو عبد الله طال عمرك ويشتغل بين الكويت والهند كتجارة. بعدين عاد جاء سنة 1891 طلبه حمد يدنا طلب يدنا عبد الله من بومبي طال عمرك ورجع للكويت هني. عرفت لو رجعنا الى كلمه الديوانيه او الديوان خلنا نفسرها اكثر. صح الكويت فيها ديوانيه وفيها ديوان، فيها ديوانيه وفيها ديوان. من الاول كذي عمي من الأول ديوان إيه ديوانية إيه 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 نعم نعم ممتاز. الديوان اللي هو يشتمل على أكثر من غرفة ممتاز. الديوان ويشتمل على الحوش والأسطح والشبه معزول عن بيت الحرم. هذا الديوان مكتر على صوب. الديوانية لا عبارة عن غرفة واحدة طال عمرك يضعها صاحب البيت بالدهريز الممر يجتمعون فيها هو مع أصدقاء وأقارب اللي الديوانية تصغير الديوان طال عمرك. الديوانيات اللي هي من غرفة واحدة ما يفتحون بالصيف، يفتحون بالشتاء بس. الصيف ماكو لا بنكة ولا كنديشة ولا حوش. صح. عرفت. أما الديوان لا الديوان طول السنة راهي طول السنة مفتوح. إذا صار بالصيف طلعوا كراسي بالحوش طال عمرك. شنو الديوان؟ الديوان عبارة عن غرفة مستطيلة. هذا الديوان. ديوان وياك. أنا أكلمك عن ديواني ديوان النفيسي. لا أنت تحكي لأن أنا داش مال دواوين البحر. إيه؟ فقاعد يسيرون قدامي الحين العسعوسي الشملان. نعم. أي نعم. أسلم. الديوان ما يتعدى عرضه مترين ونص ثلاثة أمتار بس ما يزيد الديوان. الديوان اي نعم. الطول لا ممكن خمسة أمتار ستة أمتار لكن أكلمك عن العرض. العرض ما يتعدى. ليه؟ لأنه يحكمنا الجندل. جندل الجندل ما يزيد عن ثلاثة أمتار. صح صح كلامك ما يزيد. صح فمجبورين انهم يستعملون دائما الغرف تكون طواليه. صح كلام. الا المساجد. المساجد يحطون طال عمرك يحطون شندله ثلاثة امتار يحطون عمود اعمده حق الخلوه هذه طال عمرك. اما الدواوين ما يحطون يسمونها مندات قبل المندات. اي نعم طال عمرك مندات يسمونها منده. اي نعم عرفت. لا اعطيتني مفهوم طيب عمي ترى اول مره اسمع المفهوم انا هذا. هذا سائل هذا السبب. لا اعطيتني انا حبيت ابين لكم. لا انا حبيت فوق الممتاز. الله يبارك فيك. انا ترى اول مره اسمع ولا حتى قريتها بالكتب. يعني اعطيتني تفسير طيب. ايش عنا طال عمرك عن ان الفرق بين الديوان والديوانيه. انا على بالي تصغير ذكرنا ديوان الى ديوانيه. في ديوانيه وفي ديوان. ممتاز ممتاز عرفت. الديوان دائما يشتمل على حوش على عدة غرف. نعم. يعني مثلا ديوان جدنا في الدور الأرضي ست غرف. ستة وحوش وفوق
الدور الأول غرفتين وحمام فوق حق الضيوف. أول شو تسمون الدور اللي فوق؟ ماكو أغرف غرفة يسمونه بنجلة؟ غرفة لا 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 ما يسمونه بنجلة؟ البنجلة المكونة من عدة وهذه كلمة هندية. اي هندية يعني داش علينا الحكي الهندي ذاك. اي اي نعم داش علينا حتى الديوان. اي حتى كلمة الديوان اي كلمة هندية. اي طال عمرك مينون. اي المينون عندهم يسمونه ديوان. هذه هم معلومة ثانية. يا مال العافية. هذا بالأردو. إيه بالأردو صح. بالأردو. إيه. اللغة الأردية. يقول أنا رايح مينون. رايح ديوانية. بمر على الربع بمينون. إيه نعم 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 نعم. يا مال العافية. أنا بنتقل عمي حق أبو عبد العزيز. تفضل. عمي أبو عبد العزيز لحقت على ديوان الجبلة. إيه. لحقت. نعم. من هو اللي كان يمركم ذاك الوقت من الشخصيات المعروفة؟ والله. هل أنتوا أيضا كنتوا تزاورون ذاك الوقت؟ إيه لا أنا في بالي. إذا بتتكلم عن الشخصيات والناس اللي تمر والتجار نعم. يمكن خالي مشاري أفهم مني بذاك الوقت لأن ديوان جبلة تقريباً عام 57-58 سكروا سدوا يعني فهذا يعني يمكن خالي مشاري تعرف اللي كانوا يزورون أبوي عبد الله وأبوي عبد العزيز وأبوي فهد كانوا من أهل الكويت صح 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 يعني افتكر حتى من المملكة العربية السعودية الملوك كان يجونكم انتم أسرة النفيس. انا ما كملت كلامي. اي اسلم اسلم تفضل. لما توسع البيت عند جدنا عبد الله شرى ياخور. ياخور ايضا كلمة هندية اللي هو اسطبل الخيل. الخيل صح. شرى من العدواني ب700 ربوية ذاك الوقت وبنى في الديوانية الأخيرة اللي احنا انتقلنا منها إلى الشويق والشامية طال عمرك عرفت شرى من العدواني ب700 خلى حوش حق الخدم وحوش الديوانية اللي هي من 6 الغرف هذه غير الديوانية الأولية هذه الديوانية الأخيرة الثانية تقع بالجهة الشرقية الشمالية أكيد أبو عبد العزيز يذكرها الديوانية الجهة الشمالية الشرقية قبال بيوت البحر أحمد البحر وعبد الرحمن وغيره وبنى فيها 6 الغرف وحط حوش ثاني طال عمرك نسميه حوش البعارين لأنه كان يجونا من السعودية على بعارين وطبعا ما يدخل البعارين بالسكة أكيد. يدخلهم داخل بالحوش حوش قال أمريكا عرفت والغرفتين الفوقانيات عرفت هذه الديوانية الأخيرة الثانية طال أمريكا عرفت وظل فيها أبي عبد الله كان يجلس عرفت بالديوانية تقريبا 3 جلسات هي مفتوحة لكن يحضر 3 مرات في اليوم يحضر الصبح بعد الصلاة طال عمرك إليه تقريبا يفتح السوق ممتاز ويحضر العصر عقب ما يصلون العصر ويحضر بالليل هذا جدنا عبد الله إيونا أصدقاء من الخيرين عرفت يقعدون سوالف تقريبا ساعة ساعة ونص وكل بعدين كل واحد ينصرف طال عمرك إلى شغله هو نرجع إلى تصميم الديوانية بالأول الديوانية طال عمرك لازم يوضع فيها وياق يسمونه وياق وياق على الموقف على الدلالة الموقف حق الدلالة طال عمرك فوق شين قال السيسر اي نعم هذا من يعرفها الحين في احد يعرفها الحين انت تسمعها من دواوين اي والله سمعت ادري سمعتها من العم مضاف المضاف عادل اي اي عرف علمنا اياها اي نعم فاذا كان عندهم صبي يصب القهوه الصبي يقعد لما يدخل الضيف الصبي قاعد من جهه اليسار عند الوياق هذا صح وراعي الديوانية قاعد من جهة اليمين
وإذا ما عندهم صبي راع الدوانية يقعد في مكان الصبي جهة اليسار. راع الدوانية إذا ماكو صبي. إذا ماكو صبي لما تدخل تلقى صاحب الدوانية قاعد جهة اليسار. أما إذا موجود صبي لا، الصبي يقعد من جهة اليسار وراء صاحب الدوانية من جهة اليمين، وفوق بالسقف الموقد تحت اللي هو الوياط، فوق اللي هو السيسر، خيط عند الصبي. طال عمرك إذا شب النار فتح السيسر طلع الدخان. هذا عمي بكل الديوانيات الدواوين كذي ولا الناس المغتدرة؟ أكثر الدواوين مو الديوانيات. الديوان العود. الديوانيات لا الصغار قلت لك، هذول ما يفتحون إلا بالشتاء. صح كلام. بس بالصيف ما يقعدون. ممتاز. إلا بالشتاء. بالشتاء الجو بارد وغيره يتجمعون أصدقاء وأحباب وغيره. تفضل طال عمرك. يعني أنا قبل أن تغل حق منطقة الشامية وخروجكم من الجبلة، ما دام طرينا الحكي العتيج عن بصالح وياك، إحنا بنروح ويا مشاهدينا إلى تغرير أيضا عن اللهجة الكويتية. خنشوف هذا التغرير ونرجع وياكم في ديوانية النفيس. الله يا عمي أبو عادل، على قولتهم هذا اللي بقى فيها. مساكم الله بالخير مشاهدينا، وأنا وياكم اليوم ويا العم أبو عادل هني في قهوة الشميملي قاعد نحكي، والعم أبو عادل مو مقصر قاعد يعطيني بعض الحكي العتيج اللي شوي شوي قال لي سالفة. يقول قبل إذا الولد كذب على أبوه قال له كذب جيلك وتكسرت عصاقيلك. هذا أول مرة أسمع كذب جيلك. شنو كذب جيلك؟ قال جيلك جاية من غيلك، وغيلك من الغول، الغيل والغال من الغول. ها كذب جيلك، جيلك هني قيلك، وقيلك يعني الغول. زين يقول كذب قولك كلامك وتكسرت عصاقيلك. العصاقيل معروف ولا ريول. فأيضا حكوة عتيجة يقولت كذب جيلك وتكسرت عصاقيلك. أيضا من الكلمات اللي يمكن شوي شوي قام تنفقد كلمة دويحة. بما أن قبل يعني الولد إذا صغر جايب لنا دويحة هي الدائرة أو دواحة. دويحة هي الدائرة اللي تنحط قبل بالشهادة. الحين ما أدري بعد كشخوهم قام يضللون على الصاغط، ما أدري ولا قبل ياما مسحنا الدويحات ويصيدون أهلنا ومكوفن. كوفن يعني الطق. أيضا كلمة دويحة مو بس دائرة، أحيانا يقول لك دوح له دور له، يعني دور له دوح له. يقول دوح ذاك الصوب. فكلمة دويحة كلمة ما قام تنقال، أو دواحة ما قام تنقال، وهي الدائرة اللي كانت تنحط ذاك الوقت حق الولد الصاغط بالشهادة. يقول له دويحة أو دواحة. احنا ما بنعطيكم دواويح ولا دويحات. نرجع وياكم قصة دوانيتنا إن شاء الله تعجبكم. مستمرين معاكم مشاهدينا الكرام في برنامجكم قصة الديوانية. احنا اليوم معاكم في منطقة الشامية وتحديدا في ديوانية أسرة النفيسي. عمو صالح قلت لي طلعتوا من الجبلة او ديوانكم 57 خلاص. جيتوا الشامية اي سنة؟ جيتوا الشامية اللي اذكره عام 60. الوالد بنى بيتنا اللي هني، وكان جزء من البيت ديوانية. استمر الحال إلى تقريبا عام 98 بيتنا نفسه اللي انبنى عام 60 اللي هو احنا فيه، اللي احنا فيه الحين. اي نعم. ففي صيف 97 كنت أنا في لبنان مع الوالد الله يرحمه. الله يرحمه. لنا قاعدة يقعد كلمة غربية، ومر علينا واحد من الجماعة الكويتيين كان يقول لي تذكر إيش مضى على وقتنا يوم أشوفك؟ وهو يقول لي إيه. تذكر إيش مضى على وقتنا لما شفتك وإحنا ذيك المنطقة نبي نلقى الجماعة أهل الديوان؟ هو يسألني 3 أشهر 4 أشهر
قال الحسافة شلون سكروا الديوان. الحين أبوي يسمع السالفة الله يرحمه. الله يرحمه. سكت أبوي ما سألني. يوم ثاني الصبح بعد ما الفطور قال لي يا غازي هذا شي سألك عنه؟ قلت له يبقى هذا سألني عن ديوان والديوان هذا سكر سبب خلاف بين الورثة. طيب. وخالي تفضل. مشكور. وإن هذا الديوان سكر بسبب دعاوي بين الورثة. لما الوالد عرف عن العائلة تأثر وايد. قال لي يعني حسافة يصير فيهم كذي. وهو يقول لي قلت له والله يبا حسافة استرى اللي صار وياهم يمكن يصير ويانا. كان يطالعني شلون. قلت له شلون ما عندي تعدد الزيت هلا بعد. قلت له إيه هذا ممكن يصير مع أي عائلة. صح. الآن في محاكم في قضاء في اختلاف رأي. بعدين كثير من مثلا يمكن أطراف كثيرة ما تبي تسوي تقول لك ليش أنا أصرف على الديوان. فقال لي لا إحنا ديواننا نبيه. قلت له إذا تبيه لازم توقفه يبا. قال أوقفه. قال لي مدامك رايح الكويت أبيك تضبط هالموضوع كله. وفعلا أوقف الديوان وحجزنا مبلغ عشان نبنيه كله. وهذا اللي صار بالضبط. هم يشوفوا اللي احنا ما نشوفه. ايه اكيد. هم يشوفوا اللي احنا ما نشوفه. اكيد اكيد اكيد. قال انا حريص الله يرحمه كلامه لي انا حريص على تاريخ العائلة وحريص على العائلة. الله يرحمه. وين يروحون وين رحمة الله. نظرته بعيدة. ايه لازم كذا. وفعلا رحمة الله ثبتنا هذا الشيء. وقف الحين يعتبر هذا وقف. الحين أصبح وقف ديوان نفيس. وقف ولا خير أيضا يجي من بناية هم وقف تصرف عليه حق مصرف الديوانية يعني. ممتاز. اللي قايم فيه قاضي بارك الله فيك. بارك جزاك الله خير. جزاك الله خير. والله جزاك الله خير. أبو عبد الله. نعم تفضل. أبو عبد الله يمكن قبل التصوير قلت لي إن الشيخ فهد السالم رحمة الله عليه جاب واحد انجليزي مستد اسمه هيستد بحيث انه يخطط المناطق. بدا بالالف وجي والف وباء وجيم وواو. يا ريت تحكي لي عن هذه لان انا ترى اول مره بعد تمر علي المعلومه ويمكن حتى مشاهدينا قليل من سمع هذه المعلومه. هذا طال عمرك الله يسلمك. بالنسبه لي المرحوم الشيخ فهد السالم مو جمع قلت لكم مساء يا بالجنرال هيستد وأخذ إلى عبد الله السالم ذاك الوقت بالخمسينات وطلب منه عبد الله السالم شخصيا الله يرحمه. الله يرحمه. مو فهد وده هيستد حق عبد الله السالم أول كون أمير البلاد ودى حقه قال له هذا كذي. إيه نعم. وقال له عبد الله السالم قال له أبيك تعمل لي مخطط يشمل مناطق الكويت كلها تقسمها مدارسها مستشفياتها إلى آخره. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أبو بدر مساك الله بالخير. مساك الله بالخير. كيف الصحة؟ على أساس أنه يطلق على الكويت عروس الخليج العربي. ممتاز. هذا كلمة عبد الله السالم. هذا حكيك في 50 51 بعد ما مسك الحكم. 54 طالع. 54. نعم نعم. ممتاز. نعم 54. قدم التقرير هذا اللي هو هيستد وخطط المناطق هذه اللي هي A للبحر وB
للشويخ ابو بدر اكيد يعرف عنها انها من المناطق هذه. عم ابو عبد الله تسميه المناطق. عم ابو عبد الله ايه اللي هي صوب قصر السلام ها صار؟ اي نعم 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 عرفته. وبي وبي وهذه جيم كان حتى في بعض الوثائق بعض الوثائق القديمه الحين لو يرجع ابو عبد العزيز الى وثيقه ابو غازي الله يرحمه مضبوط يقول منطقه جيم اللي هي الشاميه. الشاميه جيم جيم وباء شويخ. وباء شويخ سكنيه كيفان ميم حلو اي بي سي دي الى اخره طال عمرك حتى نصل الى الدسمه واو واو طال عمرك. فمشت بنوا البيوت على عهد فهد السالم في الدسمه وكيفان والشاميه هذا بالخمسينات. هذا اول المناطق اللي طلعت يعني اللي طلعت طال عمرك. نعم اللي طلعت بقت هذه منطقه الضاحي عبد الله السالم والنزهه. لا هذا التالي لا توها 67 ايه. هذه هذه في 67 وزعوها الضاحيه والنزهه في شهر 6 67 طال عمرك. في اذكر بعد في يوم يوم الاثنين 5/6 5/6/67 بدأت البلدية توزيع ضاحية عبد الله السالم. احنا نبحث موضوع التوزيع الحين لو المناطق وتاريخها. انا حكي على الديوانية انت شطيت اللي تبيه. اي 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 لا, لا ما انا ترى ما راح اخلي اي معلومة عندك اليوم ديوانية ولا غير الديوانية. نعم نعم يا مال العافية. نعم. انا بيوم نزلت على قولتك جيم ايه؟ اللي هي الشامية ايه؟ ذاك الوقت السور موجود. السور ما انهدم إلا بالسبعة وخمسين. ما كان في مخاطر عليكم طالعين برا السور يقولون قبل؟ لا لا لا, لا. سكن أبو عبد العزيز هني ايه؟ أنا بشوي 65 ايه؟ عام 60 مو 57 أدري. لا لا أدري أنا أقولك 57 انهدم السور. ايه؟ 57 انهدم السور يعني يعني في ناس طلعت برا السور ذاك الوقت ثيابة سلابة غطاء كل شيء موجود كان عادي عندكم عادي ما كان في شيء. أنا طالع خارج السور ايه؟ أنا ايه؟ بنيت بيتي بشويخ اللي هي منطقة بي ايه؟ يعرفون هالجماعة صح ايه؟ عرف ايه؟ سكنت فيه بالضبط. أي سنة؟ في 14/8/56 14/8/56 ايه؟ كان السور موجود. السور موجود نطوف على الدواجة وغيره وهذا لأن السور ما انهدم إلا 57 صح كلامك. عرفت شلون طال عمرك. فظلينا وتقول ما كان في مخاطر الناس ساكنة وهذا لا ساكنين عمي أيضا طريت لي إحنا قبل نعرف أنه بس كيفان فيها البيوت السود الحين أنت من خلال الحديث وياه قبل شوي تقول لي لا حتى الشامية فيها بيوت السود. إيه نعم شارع عبد الله المجرن شارع عبد الله المجرن كانت بيوت السود هناك كان في بيوت السود. نعم وكيفان لبيوت السود على الدائري الثاني بعد امرك ماخذينها كلها يبدا من الاشاره اللي قبل ديوانيه الشايع بعد امرك وانت رايح الى جبله هذه البيوت السود يسمونها البيوت السود نعم نعم مقصود بالسود تنبني سود يعني بنيان طابور اي طابور. تقول يوم جتنا الهدامه الثانيه في 30/11 54 راحوا سكنوها ناس قعدوا فيها سكنوا هي بالشاميه بيوت شويه زينه طال عمرك واستغلوا الوضع وراحوا على بنهم لاجئين وغيره وهذا اي مؤقت وسكنوا فيها ممتاز. العم غازي النفيس ابو عبد العزيز يعني اليوم كأسرة النفيسي وهذه الديوانية العامرة بالشباب يعني رجالات كثيرة خرجوا من هذا الديوان هل الديوان له دور في خروجهم وبروزهم في المجالات مجالات السياسة مجالات الثقافة مجالات الاقتصاد؟ أنا أعتقد الديوان يعني يمكن شيء ما هو متكرر بالدول العربية بس بالنسبة لي أنا شخصيا أنا دراستي كانت كلها خارج الكويت وكنت دائما لما أرجع الكويت أقعد في الديوانية حسب طلب والدي الله يرحمه كنت دائما نصيق بالديوانية وأعتقد أني استفدت كثير عرفت أعرف أمور
البلد، أشوف الناس، أقابل العالم. هي الفترة اللي كنت أعرف فيها شو اللي صاير. أنا في بالي الديوانية يعني هو مجتمع صغير، في أخبار كثيرة، في معلومات كثيرة، في أشخاص تزور الديوان، تركيبات مختلفة، قد يكون هذا متوسط الحال، هذا حال موظف، هذا تاجر كبير، فكان في اختلافات كثيرة. وأنا في بالي هذه فرصة ما تقدر تشوفها لو أنت منعزل عن الديوانية أو عن الديوان كما نسميه. فالديوان أيضا بحياة الكويتيين صار له دور غير، يعني صار مثل يتكلمون الناس في أمور كثيرة، وإن كانت اجتماعية إن كانت سياسية، يتبادلون الآراء، فهو منبر طيب يعني. الحرية فيه مفتوحة، ما عندك شو اسمه، الناس خذ راحتك، ما في على قولتك تتكلم على راحتها، الشغف مفتوح يعني. إيه الناس تتكلم على راحتها، وبالتالي أنا في بالي هذا شيء يميز الكويت وايد. أنا في بالي عن باقي الدول، أي معلوم يميزها كثير، حتى دول الخليج. إيه دول الخليج فيها، بس ما فيها بكثرة الكويت يعني. أي نعم، أنا أذكر في دبي يمكن مجموعة كم ديوان، يمكن مو مثل الكويت. الكويت لا، الكويت ما شاء الله إحصائية كبيرة، يعني كل منطقة تسولف فيه، والناس تردد على الديوان، يعني جزء من يوميتها، يعني يومها شنو نشاط اليومي مالها، جزء منه بالديوان. وعبد العزيز معلي اسمح لي المقاطعة هني، يوم نزلته الشامية منو تخابر الدواوين الأولية اللي كانت مفتوحة ذاك الوقت؟ تقول بالستين نزلته. نزلنا الشامية عام الستين صحيح. والله اللي أذكره اللي بالشامية تقصد؟ اي نعم بالشامية. اللي بالشامية أذكر ديوان المشاري، ديوان الصقر، ديوان يعني أقدر أقول الشامية أو كيفان، هم مرتبطة مع بعض يعني، ما تقدر تقول هذا بينهم شارع. ففي كثير دواوين وايد زاحم، التكنولوجيا داشة في كل بيت صحيح، وإحنا نركض وياها نواكب على قولتهم. صحيح. ما تتوقع راح يوم أيضا هذه الديوانية تنغرض؟ الحين يسلم عليك ويعايدك بالواتساب. اي صحيح صحيح. اي دش ديوانيه تسلمها الكل لاهي بالواتساب. نعم الله. إيه صحيح، يعني طرق تواصل، يقول لك ما عاد ايش حق انا ادق سلف والشوارع الله خير زحمه واروح واسلم. اي بس يلتقون. انا في بالي انت ما تروح ديوانيه حقت شو اسمه، يعني تبي تشوف جماعتك، تبي تشوف اهلك، تبي تشوف اصحابك، شلون يعني هذه ما تقدر ما تحلها الآيفون. يعني ما في خوف على هالسالفة هذه؟ أنا يمكن في أحفادي هناك قاعدين لهم ديوان يقعدون فيه. الله يوفقهم. وإيه وهذا شيء جيد، يعني شيء جيد إنه متواصلة السالفة قاعدة وتركز على قولتهم من جيل إلى جيل. إيه إيه صحيح. ممتاز صحيح. ممتاز. أنا وياكم ويا مشاهدينا عندنا تغرير تراثي إن شاء الله يفوز على رضاكم مشاهدينا، نروح وياكم إلى هذا التغرير ونرجع على الخير والمحبة. نستمر معاكم مرة ثانية مشاهدينا بعد ما شفنا معاكم هذا التغرير. احنا معاكم في منطقة الشامية في برنامج قصة الديوانية، وتحديدا في ديوانية أسرة النفيسي. لنا حديث أيضا مع السيد أحمد يوسف عبد الله النفيسي، يعني عضو مجلس الأمة في عام 71. عم أبو بدر مساك الله بالخير. الله بالخير. يا أهلا وسهلا. أبرك السعادة. يا أهلا وسهلا فيك. الله يسلمك. يعني في عام 71 نعم. مثلت يعني يمكن أهل الشامية. لا أنا فيحة القادسية. دائرة الثامنة. الثانية. 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 نعم. في 71 و 75 دورتين. أنا خمس لا في 71. 71. نعم. ممتاز. يعني ذاك الوقت 71 يمكن ديوانيات مو كثر الحين.
كنتوا نفس الشيء كأعضاء أيضا تمرون على الناس في الدواوين؟ أنا بصراحة ذاك الوقت كنت حديث، يعني رديت الكويت في سنة 68 وبعدين دخلت انتخابات سنة 70، الحملة الانتخابية سنة 70، فيعني وكنت أروح مع الدكتور أحمد الخطيب الدواوين في مناطق وايد، بس منطقتنا اللي هي الفيحة والقادسية ما كان فيها الدواوين شوية الحقيقة. فوجئت، احنا زرنا طلع علي 92 دوانية في المنطقة حافظهم للحين مو بدل. نعم زين، وكانت يعني فعلا بالنسبة لي كأنك داخل كورس في الجامعة، يعني التقاء بالناس، الحديث اللي صار، الاطلاع على أحوال الكويتيين، الاطلاع على معيشتهم، يعني هذا الشيء الحقيقة أثر فيني كثير، ويمكن يعني إلى حد ما وجه حياتي، يعني عرفت شنو وين أنا موجود فيه. دواوين بالكويت أصبحت يعني جزء لا يتجزأ من المجتمع الكويتي، ما يقدروا الكويتيين يعيشوا بدون دواوين، ما يستغنون لا يمكن. يعني شوف أي مجموعة تلقى لازم عندهم محل يروحوا له، دوانية متنفس. أو طبعاً هو خصوصاً دواوين اللي يعني لها أما دورية يعني أسبوعياً أو دواوين يومية. وأدر شنو الصحي فيها، اليومية ولا الأسبوعية؟ هو اليومية تبي لها مقاقة يعني، وتبي لها مجابل، وتبي لها حضور يعني يحرصون يجون عليها يومياً. يعني الأسبوعية يمكن معظم اللي فيها ما يقدرون يحضرون يعني كل يوميا فيها، فيختارون عائلة تختار أسبوع، الجماعة يختارون أسبوع. بس أنا يعني أنا أعتقد يعني يمكن بقدر أتكلم عن دوانيتنا القديمة، وأنا يمكن أتكلم من زاوية مختلفة. إحنا تقريبا نص حياتنا في دوانيتنا القديمة جبلة. احنا يعني نلعب هناك، نتغدى هناك مع الرجال الصبيان، عرف شلون؟ نقعد في المجلس على طرف نسمع. يعني كان لها دور في تكوين شخصياتنا وهذه الديوانية. يعني معنى كلامك مدرسة. اي نعم، انا اعتقد يعني الى حد ما مدرسة. مدرسة مدرسة ومنفس وبرلمان نفس الشيء. نعم. يعني أنت قبل صعودك إلى البرلمان الكبير كنت أنت يعني نشأت يعني في البرلمان أنا في يعني في عائلي طبعاً. في دواوين بعدين أصبحت يعني منبر حق الكويتيين، تحدثون عن شؤونهم حياتهم، ولها قدسية معينة يعني ما حد يقدر يدخلها، يعني قانون التجمعات إلا الدواوين، ولما مست الدواوين صارت مشكلة بالكويت. لأن هذه يعني منطقة حرة، هايد بارك مال الكويتيين، اللي يتعشون فيه باللي يبون، يتكلمون فيه اللي يبون، بدون ما حد يقدر يأخذ عليهم أي شيء يعني. ولا كذي عرض ما الديمقراطية، وين الديمقراطية؟ أقول لك يعني هذا الوضع. بالإضافة إلى أن أنت تتكلم ديوانية هي داخل بيت، فأكيد مستحيل دخول داخل بيت. نعم نعم. قواك الله ابو بدر. انا برجع حق العم ابو عبد الله، العم مجاري النفيسي. يعني قبل شوي سالتك عن اللي كانوا الناس اللي يزورونكم سواء من الكويت او خارج الكويت في ديوان الجبله. نعم. تقدر تذكر الشخصيات في من الكويت؟ طال عمرك عده شخصيات يجون يوميه، بعضهم يجي الصبح ويجي من العصر، وبعضهم يجون بالليل طال عمرك. فالعدد ما أقدر أحصيه بالضبط، لكن مثلاً مرزوق البدر طال عمره، تاجر المعروف ذاك الوقت. نعم. عرفت مشاعر حسن، حمد المرزوق الله يرحمه، الجار الله حسن جار الله، يعني شخصيات لهم قيمتهم في المجتمع، يمرون عليك، يمرون على كان على أبوي عبد الله جدنا عبد الله النفيسي رحمة الله عليه، وبعدين على خوالي
خالي يوسف وخالي عبد العزيز وخالي سعود يجلسون وانا اعلق على ما تفضل فيه ابو بدر اللي يقول احنا حتى الغداء نتغدى بالديوانيه كان اول الاولاد الاحداث اللي عمر ما 14 سنه 15 سنه اسعد لحظه عنده لما يروح الديوانيه وتسمعهم مضبوط كنا صغار احنا نيجي ونقعد في اول الديوانيه ونستمع حق هالخبراء احاديثهم قصصهم وناخذها كدرس لنا احنا طال عمرك هذا الديوانيه عرب مو بس هي يقعد وبس لا استفيد وبعدين جامعه الديوانيه مو فئه معينه الديوانيه تجد التاجر المليونير البناي النجار ما اعرف ايه كلهم قاعدين مع بعض فتجد صاحب الديوانيات يسأل النجار شو اخبار النجار يسأل البنيان شو وين مبانيكم فيه يطلعون مستانسين مرتاحين الكل عارف ان له قيمته طال عمرك ممتاز هذا الدواوين طال عمرك عم مشاري يعني انا خايف ان الوقت يركض وياكم والساعه تخلص فما بيتعدى يعني رحمه الله عليه الاعلامي الكبير والفنان المخضرم الاستاذ خالد النفيسي الله يرحمه رحمه الله اخوك مو كذي اي نعم دار اخويا من صغره فنان من صغره يحب الفن من صغره كان يذيكم بالبيت لا لا حبيب اي رحمه الله عليه شو اللي تذكره حبيب جدا حبيب عارف شلون حبيب هو اخوي من ابوي أم بنت سالم العتيجي الله يرحمه راحت حبيبي ذكريات مواقف تذكرها ويا بصالح رحمة الله عليه راعي مغالب ترى مغالبة كثيرة إيه كلها حياته كلها مغالب حتى لو مخرج يشتغل وياه يسوي فيه مغالبة كثيرة أكثر واحد حمدي فريد خذ منه الله يرحمه مغالب من خالد النفيسي تذكر موقف معين مغلب معين ما يحضرك الحين لا والله ما يحضرني الحين بالأمرك لأنه رحمة الله توفى سنة 2006 الله يرحمه في شهر 3 نعم 26/3/2006 توفى رحمة الله صار له 10 سنوات تقريبا الحين من توفى اي والله عمي في الأول الديوانية أيضا كانت للأفراح ولا تراح ولا بس كان لها شيء معين من السابق يعني نعم للأفراح ولا تراح إذا صار عرس طال عمرك بعضهم يجون يجتمعون بالديوانية وبعضهم في المسجد اللي ما عندهم ديوانية قصدك العزاء أو الله لا يقول العزاء لا كان بعد بالأول بالمقبرة بس بعضهم لأنهم غير متوفر الدواوين والبيوت وغيره وهذا نعم إلا الدواوين الكبار طال عمرك عمي اليوم احنا 2016 ولك طول العمر ولمن يسمع ويشاهد هل في امور اختفت في الديوانيه في السابق اليوم غير موجوده؟ اي كثير طال عمرك مثل عمي اولا طال عمرك ان اول الديوانيه بس قهوه صاحب الديوانيه يقدم قهوه بس اذا يا ضيف جديد وعزيز عليهم يقدم الشاي بس مو مثل الحين بوفيهات يحطون ما اعرف ايش واكل وغيره واسمه ذان مضبوط وبدر قهوه وتمره نعم اقول قهوه وتمره تمر الفير مو الدواوين اللي يفتحون عقب صلاه الفجر يحطون تمره القدوع على قول بعض الدواوين يفتح عقب صلاة الفجر طال عمرك هذا الصح عرفت تمر وقهوة بس ماكو شيء ثاني غير وبعد شنو الشغلات اللي اختفت؟ النقطة الثانية ما عندهم هذا اللي يسمونه ايفون تلفون الخرابيط هذه يضايق هذا عمي اكيد اكيد شلون يضايق عمي طبعا معلومه ما حد يسولف انا جايك واسولف معاك انا اصلا حتى التلفزيون المفروض ما يحطونه
أنا أسأل معاك وعينك التلفزيون شو استفدت منه أنا ايه. يعني لا أنت استمعت لي صح ايه. ولا أنا كلام هذا ايه. ربنا يبي يطلعوا مباريات الحين نعم يبي يشوفون مباريات كيف وما عاد يشوفون مباريات من عزلة غرفة ثانية غرفة ايه. ثانية إيه ايه. بأشياء كثيرة طال عمرك صح ربنا. اختفت ها اختفت ايه. عمي إحنا ترى ركضت الساعة وياكم والله سعيدين احنا بوجودك الله يسلمك لا والله انا اللي سعيد واستفدت جدا يعني وايد منك ومن الاعمام وفعلا اعطيتني مفهوم طيب للديوانيه يمكن ما سمعته في بعض الديوانيات وهذا مو من قصور منهم لكن اليوم تدري عمي اللي لحق لحق واللي ما لحق ما قرا يعني الناس ما قام تقرا نفس السابقه الحين عندك كلمه اخيره ودك تقولها عن ابو عبد الله والله سلامه بس اذا الاخوان ابو بدر وعبد العزيز عن ابو بدر عن ابو عبد العزيز ترى هذه المقابله لكم شخصيا اللي يعني ديوانيه اسره النفيسي فنقول انت ابوها وانت سمها اذا عندك شيء قول جزاك الله خير الله يسلمك الله يسلمك مشكورين على هاللقاء الطيب وان شاء الله المعلومات اللي قالها الخال فيها شيء احنا استفدنا منها نقول بالكويتي نرفع له العقاب على هالمعلومات يمكن المستمع بيستفيد منها بعد المشاهد المشاهد ان شاء الله يعني تنعرض هذه الحلقه يعني ويستفيد منها المشاهد وفي هذه المعلومات الطيبه اللي استفدنا يعني فيها منكم قواكم الله ولكم طول العمر ان شاء الله وعسى ديوانا عامر حياك الله يسلمكم مشاهدينا الكرام وصلنا معاكم لختام حلقتنا لهذا اليوم في برنامج قصه الديوانيه كنا معاكم في ديوانية أسرة النفيسي في منطقة الشامية نشوفكم إن شاء الله في لقاءات أخرى وفي ديوانيات أخرى من دواوين أهل الكويت نقول لكم